أهلا بكم إلى أحوال الطقس. يتوقع يوم غد الأحد أن تهم سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية جوار سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وذلك خلال فترات الليل والصباح. كما يتوقع تمركز سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة خلال فترة الظهيرة. مع ذلك ستظل السماء قليلة السحب إلى صافية باقي جهات البلاد. الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية، كما ستكون متقلبة الاتجاه على العموم بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة تتراوح ما بين 8 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و20 درجة بشرق البلاد والسهول الداخلية والواجهة المتوسطية، وما بين 18 و22 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون في حدود 22 إلى 26 درجة بالأقاليم الجنوبية. أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والقنيطرة، وهائجا ما بين القنيطرة وطرفايا، وهائجا إلى قليل الهيجان ما بين طرفايا والعيون. نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء.